منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. نصيري يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. وكرة في القائم، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. ثم اللاعب الثاني، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يتقدم المسدد الثالث، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الدور الآن على ثالث اللاعبين، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. والكرة إلى الجانب الأيمن، التعادل 3-3. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس يضعها في المنتصف. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن الدور على خامس اللاعبين، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. سابع لاعب على لائحة المنفذين، يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. المنفذ العاشر يتقدم الآن، يلعبها في الجانب الأيمن. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. الكرة في الشباك في منتصف المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. نصيري يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية
والآن في ركلات الترجيح في نهاية الأمر.